إيماجينارم، سلسلة من الأعمال الفنية اللي توعي المجتمع بالدور المهم في المساعدة لحماية وعناية كوكبنا الجميل، ويشمل معروضات 12 فنان موهوب يترجمون الموضوع بأساليب مميزة وفريدة. خلونا نشوف ويا بعض هذا التقرير. في هذا العام عام التسامح 2019، في هذه السنة سنة الأخوة الإنسانية، وفي هذا المكان الذي يحتوي هذا المعرض الرائع، هذا المعرض الذي طبعا يتحدث عن التخيلات في ما تحت المحيط أو فوق البحر أو يعني ما نسميه حقيقة، يعني الطريقة التي يتفاعل فيها الفنانين الذين يعيشون على الساحل. هذا المعرض الذي طبعا فيها الكثير من الدلالات الجميلة والألوان الرائعة وانعكاس الروح الإيجابية لكل يعني خلونا نسميها لكل من يحيط في هذه البيئة الإيجابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن حقيقة نفتخر في وجود مثل هذه المعارض التي يشارك فيها العديد من الفنانين من أكثر من 190 دولة حوالي العالم. يعني معرض اليوم الذي أنا شخصيا حضرته عبد الله من الأنا فيه 12 فنان تشكيلي وأكثر طبعا من 60 لوحة، الفنانين تشكيلي من مختلف دول العالم، وكلهم طبعا يقدمون إبداعاتهم ويقدمون الروح الإيجابية وروح السعادة وروح التسامح والاختلاف، طبعا الاختلاف في الأفكار ولكن التوحد في الإخوة الإنسانية. تراث المجتمع الإماراتي وتاريخ مرتبط بالحياة البحرية، الأعمال الفنية تذكر المجتمع الإماراتي بهذا التاريخ وبضرورة حماية الحياة البحرية. أعمالي تعكس جمال المخلوقات البحرية، حاولت أن أركز على جمال الألوان في هذه المخلوقات. أنا أرى أن الأعمال تتماشى مع رؤية ورسالة هذا المعرض، وهذا فخر لي أن أساهم في توعية المجتمع.